السلام عليكم أعزائي الصغار، مرحبا بكم في حصة جديدة من دروس مادة النشاط العلمي للمستوى الأول ابتدائي. اليوم سنقف مع درس جديد بعنوان كيف تحصل الحيوانات على غذائها. لكن قبل ذلك كما تعودنا دائما لنراجع ما تعلمناه في الحصة السابقة. من يذكرني أعزائي الصغار بعنوان الدرس السابق؟ نعم، ما هو عنوان الدرس السابق؟ جيد، عنوان الدرس السابق هو على ماذا تتغذى الحيوانات. على ماذا تتغذى الحيوانات؟ تعرفنا في هذا الدرس على أنواع الأنظمة الغذائية للحيوانات. جيد، إذن ما هي أنواع هذه الأنظمة؟ جيد، إذن تعرفنا على أن هناك حيوانات لاحمة. جيد، إذن يعتمد نظامها الغذائي على اللحم أساسا. لحم ماذا؟ نعم، لحم فرائسها. جيد، وهناك حيوانات أخرى، النوع الثاني ما هو أعزائي الصغار؟ جيد، إذن هناك حيوانات تعتمد بالأساس على ماذا؟ على العشب والنباتات. جيد أعزائي الصغار، إذن قلنا عنوان الدرس السابق هو على ماذا تتغذى الحيوانات. جيد، تطرقنا في هذا الدرس أولاً بعدما لاحظنا هذه الصور، لاحظوا الصورة الأولى والتي أسفلها، هذا الراعي قلنا الذي يرعى أغنامه، وبعد أن أكلت الأغنام العشب كانت تشعر بماذا؟ بالنشاط والحيوية ولا تشعر بماذا؟ بالجوع. جيد أعزائي الصغار، لكن في الحالة الثانية، حالة هذا الفلاح أو هذا الراعي الذي لم يجد ما يطعم أغنامه، لاحظوا مآل هذا الخروف. نعم، توفي. إذن ما هي الخلاصة التي خلصنا لها في بداية هذا الدرس؟ جيد أحسنتم، خلصنا إلى خلاصة مفادها أن الحيوانات لكي تبقى على قيد الحياة ولكي تحيا لا بد لها من ماذا؟ جيد، لا بد لها من الماء والغذاء. جيد، إذن الحيوانات في حاجة ماسة، شأنها شأن الإنسان، أحسنتم، هي في حاجة ماسة إلى ماذا؟ إلى الغذاء والماء. جيد، لماذا؟ لكي تحيا، أحسنتم أعزائي الصغار. بعدها تطرقنا إلى بعض الحيوانات ونوع نظامها الغذائي. لاحظوا معي هاتين المجموعتين أعزائي الصغار، المجموعة الأولى داخل إطار أحمر، ماذا تلاحظون في هذه المجموعة الحيوانات؟ لنسمي هذه الحيوانات أولا. نعم، لدينا الثعلب، التمساح، جيد، الأسد و الكلب، أحسنتم أعزائي الصغار. المجموعة الثانية لنسمي الحيوانات كذلك، لدينا الغزال، البقرة والفيل، أحسنتم أعزائي الصغار. سأطرح عليكم سؤال الآن، هذه الحيوانات أو هذه المجموعات هي مقسمة على أي أساس؟ جيد، مقسمة على أساس أو حسب نوع الغذاء الذي تتغذى عليه كل مجموعة، أحسنتم. المجموعة الأولى التي تضم الثعلب والتمساح والأسد والكلب، ماذا يمكن أن نقول على هذه المجموعة؟ نعم أحسنتم، إذن هذه المجموعة تضم حيوانات لاحمة. جيد أعزائي الصغار، إذن هذه المجموعة هي مجموعة لحيوانات لاحمة تتغذى على اللحم بالأساس. جيد، والمجموعة الثانية، نعم جيد، إذن هي مجموعة لحيوانات
عاشبة، أحسنتم. إذن غذاؤها الأساسي هو العشب. جيد أعزائي الصغار، الخلاصات التي خلصنا لها بعد إنجاز مجموعة من الأنشطة كهذا النشاط الذي ربطنا فيه بين ماذا؟ بين كل حيوان وغذائه. لدينا الأرنب، قلنا يتغذى على الجزر، الضفدع على الحشرات، النمر على فرائسه يعني اصطياد الغزال مثلا، والأفعى تأكل الفئران. جيد أعزائي الصغار، إذن قلنا الخلاصات التي خلصنا لها ما هي؟ هي أن كل الحيوانات التي تتغذى على اللحم، أي لحم الفرائس، إذن هي حيوانات نقول عليها حيوانات لاحمة. جيد. والحيوانات التي تتغذى على العشب هي حيوانات عاشبة. أحسنتم أعزائي الصغار. الآن لننتقل إلى درسنا الجديد الذي قلنا عنوانه هو كيف تحصل هذه الحيوانات على ماذا؟ على غذائها. إذن سنتعرف في هذا الدرس على كل حيوان والوسيلة التي يستعملها لكي يحصل على غذائه ولكي لا يبقى بالجوع. أحسنتم أعزائي الصغار. قبل ذلك لاحظوا معي هذه الصور. الصورة الأولى، هذه الصورة التي أمامكم الآن، ماذا تلاحظون فيها؟ جيد، إذن لدينا لبوءة. أحسنتم، واللبوءة هي أنثى الأسد. جيد، هذه اللبوءة ما هو الفعل أو العمل الذي تقوم به؟ جيد، إذن هي تأكل فريسة. هذه الفريسة ما هي؟ هي الحمار الوحشي. إذن هذه اللبوءة قامت باصطياد الحمار الوحشي وهي الآن في صدد ماذا؟ افتراسه. جيد، أحسنتم أعزائي الصغار. إذن لدينا لبوءة تفترس حمارا وحشيا. جيد، الصورة الموالية، هذه الصورة هي لمن؟ ما اسم هذا الحيوان؟ جيد، إذن هذا طائر. أحسنتم، ما اسمه؟ من يعرف اسم هذا الطائر؟ نعم، اسمه النسر. إذن الصورة هي لنسر. هذا النسر بماذا يقوم؟ نعم، لاحظوا معي هذا الحيوان الآخر. نعم، لدينا أفعى. أحسنتم أعزائي الصغار، إذن هذا النسر يقوم بماذا؟ بافتراس هذه الأفعى. إذن يمزق لحم هذه الأفعى بعدما قام باصطيادها. جيد، إذن لاحظوا الطريقة التي يأكل بها هذه الأفعى. نعم، قلنا هذه الصورة هي لنسر يأكل أفعى. لاحظوا معي جيدا أعزائي الصغار. لننتقل الآن إلى الصورة الأخيرة والثالثة. لاحظوا معي هذه الصورة هي صورة لأي حيوان؟ نعم، هي صورة لخروف. جيد، إذن هذا أو هذه الصورة هي صورة لخروف. ماذا يأكل هذا الخروف أعزائي الصغار؟ نعم، يأكل العشب. لماذا؟ لماذا؟ لأنه حيوان عاشب. جيد، لاحظوا هذه الصورة التوضيحية أكثر، تبين لنا ماذا؟ تبين لنا جيد أسنانه أو شكل أسنانه الأمامية. لاحظوا الفك السفلي والفك العلوي أعزائي الصغار. إذن أين هي أسنانه؟ أين توجد الأسنان لدى الخروف؟ نعم، توجد فقط في فكه السفلي. أحسنتم أعزائي الصغار، إذن لدينا خروف يأكل العشب بواسطة أسنانه الأمامية. أحسنتم أعزائي الصغار، إذن لاحظنا ثلاث صور. من يذكرني بالصورة الأولى؟ قلنا الصورة الأولى تمثل لبوءة تأكل فريستها، الصورة الثانية هي لنسر يأكل الأفعى ويمزق لحمها، والصورة الثالثة الظاهرة على الشاشة الآن هي لخروف يأكل العشب. جيد،
أحسنتم أعزائي الصغار. بما أن اللبوءة تأكل فريستها، إذن فهي حيوان لاحم، جيد. وبما أن النسر كذلك الذي هو من فصيلة الطيور يأكل الأفعى، إذن فهو طائر، نقول طائر لاحم، جيد. والخروف بما أنه يأكل العشب، وكما سبقنا التطرق له في الدرس السابق، إذن فهو حيوان عاشب. أحسنتم صنعا أعزائي الصغار. الآن من خلال ملاحظتكم لهذه الصور الثلاثة وتعليقنا عليها، ما هو السؤال الذي تبادر إلى أذهانكم؟ لدينا حيوان يأكل فريسة، والآخر طائر ويأكل اللحم، والآخر هو حيوان يأكل العشب، وكل واحد ماذا؟ إذن ما هي الأسئلة التي تبادرت إلى ذهنكم؟ سنتساءل حول ماذا؟ أحسنتم، سنتساءل حول الطريقة التي يأكل بها كل حيوان طعامه، جيد. هل لهم نفس الوسيلة؟ لا أم نعم؟ لا نعرف. إذن هذا مجرد سؤال تبادر إلى أذهاننا، والمطلوب منا هو أن نجيب عنه. أحسنتم، إذن من يقوم بصياغة هذا السؤال أعزائي الصغار؟ نعم، إذن هل لهذه الحيوانات نفس طريقة في الحصول على طعامها؟ جيد، إذن لنقوم بصياغة هذا السؤال أعزائي الصغار. إذن السؤال الذي تبادر إلى أذهانكم جميعا هو: هل كل الحيوانات تتغذى بالطريقة نفسها؟ هل كل حيوان، ولدينا اختلاف في أنواع الحيوانات، هل هذه الحيوانات تحصل على طعامها بنفس الطريقة وباستخدام نفس الوسيلة؟ إذن هذا هو السؤال الذي طرحناه. لنفترض بعض الإجابات أعزائي الصغار، من لديه إجابة؟ جيد، إذن يمكن أن نجيب بنعم ونقول: نعم، كل الحيوانات تسلك طريقا واحدا أو لها نفس الطريقة وتستعمل نفس الوسيلة في الحصول على طعامها، جيد. نعم، افتراض آخر أو إجابة أخرى يمكن أن تكون صحيحة لهذا السؤال. نعم، ويمكن أن نقول جيد، يمكن أن نقول لا. بعدما لاحظنا هذه الصور يمكن أن نقول لا، بل كل حيوان أو كل نوع، جيد، كل نوع من الحيوانات له طريقته الخاصة وله وسيلته الخاصة، نعم، للحصول على طعامه، جيد. لنقوم بصياغة هذه الأسئلة أعزائي الصغار معا. إذن الجواب الأول الذي اقترحتموه كإجابة للسؤال هو: نعم، تحصل الحيوانات على الطعام بنفس الطريقة، جيد. الإجابة الثانية قلتم: كل نوع من الحيوانات له طريقته ووسائله الخاصة في الحصول على الطعام، جيد. لكي نجيب أعزائي الصغار على هذا السؤال، ولكي نرى ما هو الجواب الصحيح ونبقي عليه، سننتقل إلى مجموعة من الأنشطة، والمطلوب منكم هو الانتباه والتركيز أكثر. لننتقل إلى النشاط الأول أعزائي الصغار، ماذا تلاحظون في هذا النشاط؟ نعم، جيد، لدينا صور لبعض الحيوانات في الجانب على اليمين وعلى اليسار، جيد، وفي الوسط ماذا تلاحظون؟ نعم، تلاحظون بطائق بها، نعم، بعض الوسائل التي تستخدمها الحيوانات في الحصول على طعامها. نعم، لدينا هذه الصورة تمثل ماذا؟ نعم، هي صورة لمنقار، والمنقار يوجد لدى من؟ نعم، يوجد عند الطيور. أحسنتم،
الصورة الثانية هي صورة تبين لنا ماذا؟ نعم تبين لنا الأنياب، جيد. والصورة الثالثة هي صورة لأسنان أمامية، جيد. لاحظوا معي هذه الصورة التي تمثل لنا أسنان أمامية للحيوان. هذا الحيوان يأكل ماذا؟ يحمل في فمه ماذا؟ جيد، يحمل العشب. أحسنتم أعزائي الصغار. والحيوانات التي في الجانب لدينا الخروف، البطة، ثم البقرة، النسر، جيد، الأسد، أحسنتم، ثم الدجاجة، الذئب، والصقر. هذا الطائر يسمى صقر، جيد أعزائي الصغار. السؤال المرافق لهذه الصور أو المرافق لهذا النشاط هو ماذا؟ لنقرأ السؤال معا. أصل بين الحيوان، إذن كل حيوان يجب أن نصله بماذا؟ بما يستعمله في غذائه. إذن كل حيوان سنصله بالبطاقة التي تمثل الوسيلة الصحيحة التي يستخدمها للحصول على طعامه. لنبدأ بالحيوان الأول وهو الخروف. في نظركم أعزائي الصغار، هل الخروف لديه منقار؟ لا، ليس لديه منقار. هل له أنياب وأسنان في الفك السفلي وكذلك في الفك العلوي؟ لا. نعم، الخروف له ماذا؟ له أسنان أمامية يحتاجها في ماذا؟ نعم، يحتاجها في أكل الطعام، جيد. طعامه هو ماذا؟ يعتمد على ماذا؟ يعتمد على العشب. لماذا؟ لأنه، أحسنتم، لأنه حيوان عاشب، جيد أعزائي الصغار. إذن سنصل الخروف بواسطة أو بالأسنان الأمامية بواسطة سهم. الحيوان الثاني وهو طائر، وهي البطة. لاحظوا معي لديها ماذا أعزائي الصغار؟ لديها منقار، جيد. إذن تستخدم المنقار للحصول على غذائها. سنصل البطة بالمنقار. والبقرة أعزائي الصغار، هل للبقرة منقار؟ نعم، ليس لديها منقار. هل لها أنياب؟ لا. إذن لها ماذا؟ أسنان أمامية تستخدمها في أكل ماذا؟ العشب، لأن البقرة هي حيوان عاشب، جيد. النسر أعزائي الصغار، لاحظوا معي لديه ماذا؟ لديه منقار. لاحظوا معي شكل المنقار وقارنوه بين منقار البطة. البطة لها منقار، كيف هو؟ لديها منقار طويل ومستقيم، جيد. والنسر له منقار، نعم، مقعر أو مقوس وحاد، جيد أعزائي الصغار. يستعمله في ماذا؟ كما رأينا في الصورة الأولى في بداية الدرس، نعم، يستعمله لتمزيق اللحم أعزائي الصغار. إذن النسر يستعمل منقاره للحصول على الغذاء أو الطعام، جيد. لننتقل إلى الصور الموجودة في الجانب الآخر. الأسد، هل للأسد منقار؟ لا، طبعا للأسد ماذا؟ جيد، أنياب. ما هو نوع الطعام الذي يتغذى عليه الأسد أعزائي الصغار؟ لحم الفرائس، جيد. إذن هو حيوان لاحم، وبالتالي سيستخدم ماذا؟ لكي ينقض على فريسته ويمزق لحمها، سيستعمل الأنياب. أحسنتم أعزائي الصغار. لاحظوا معي الدجاجة تستعمل ماذا؟ لديها ماذا؟ نعم، لديها منقار تلتقط به الحبوب، جيد أعزائي الصغار. الذئب يستعمل ماذا؟ نعم، هو حيوان لاحم. هل سيستعمل المنقار؟ هل لديه منقار؟ لا، لديه، جيد، أنياب. أحسنتم أعزائي الصغار. والصقر،
لديه كذلك منقار. أحسنتم أعزائي الصغار، لأنه من فصيلة الطيور. جيد، أحسنتم أعزائي الصغار، لننتقل إلى نشاط آخر. لاحظوا معي هذا النشاط، ماذا تلاحظون فيه؟ نعم، لدينا صور لمجموعة من الحيوانات، ولدينا بطاقتين. البطاقة الأولى تحمل عبارة أسنان، والبطاقة الثانية عبارة منقار. والمطلوب منا هو أن نصل بين كل حيوان والعضو الذي يستخدمه في ماذا؟ في الحصول على طعامه. لاحظوا معي الصورة الأولى، هذه الإوزة لديها ماذا؟ لديها منقار. جيد، إذن تستخدم منقارها، أحسنتم. والأسد، هل للأسد منقار؟ لا، إذن له أسنان. جيد، الحمار الوحشي هل له منقار أم أسنان؟ جيد، له أسنان. لاحظوا معي هذا الديك يستعمل ماذا لكي يلتقط الحبوب التي يتغذى عليها؟ يستعمل المنقار. جيد، إذن سنصل الديك بالمنقار. البومة أعزائي الصغار، هذه هي نوع من أنواع الطيور. هل للبومة أسنان؟ الطيور عموما هل لها أسنان؟ لا، لها منقار، ومن مناقيرها تختلف. حسن جدا، تختلف حسب ماذا في نظركم كما رأينا في الصور السابقة؟ نعم، تختلف حسب نوع الطعام الذي تتغذى عليه، وهذا ما سنزيد التطرق له في الأنشطة القادمة. إذن البومة تحصل على طعامها باستخدام ماذا؟ باستخدام المنقار. جيد أعزائي الصغار، الآن بعد إنجازنا لهذه الأنشطة، ما هي الخلاصات أعزائي الصغار التي خلصتم لها أو خلصتم لها؟ نعم، إذن هناك من الحيوانات ما يستخدم ماذا؟ أسنانه أو أنيابه. جيد، والطيور قلنا تستخدم منقارها، أحسنتم أعزائي الصغار. إذن لنقم بصياغة هذه الخلاصات بعجالة. قلنا أنه تعتمد الحيوانات العاشبة وكذلك اللاحمة. إذن الحيوانات نوعان، هناك حيوانات لاحمة وحيوانات عاشبة كما تعرفنا في الدرس السابق هذه الحيوانات تعتمد للحصول على غذائها على أي وسيلة؟ نعم، تعتمد على الأسنان. إذن تعتمد الحيوانات العاشبة واللاحمة في غذائها على الأسنان، إذن على أسنانها. جيد، والطيور تعتمد على ماذا؟ تعتمد الطيور في بما فيها اللاحمة. أعزائي الصغار، لاحظوا معي وركزوا جيدا على هذه العبارة. إذن الطيور نوعان، هناك طيور ديالنا وغادي يكون لقب طنجاوي، هو الذي يكون لدى الطيور العاشبة التي تلتقط العشب. وهناك منقار مقوس وحاد يكون لدى الطيور اللاحمة ليساعدها على تمزيق اللحم. جيد، إذن تعتمد الطيور بما فيها اللاحمة في غذائها على منقارها، أحسنتم، إذن على المنقار. لننتقل إلى نشاط آخر أعزائي الصغار، لاحظوا معي في هذا النشاط ماذا تلاحظون؟ لدينا مجموعة من الحيوانات. جيد، هذه الحيوانات نركز فيها على ماذا؟ على نعم على فمها. جيد، على أسنانها. لاحظوا معي الصورة الأولى وهي لخروف، الصورة
الثانية لبقرة، الصورة الثالثة لأرنب، والصورة الرابعة لأسد. جيد أعزائي الصغار، الخروف لديه أسنان قلنا أمامية، والبقرة كذلك، وماذا؟ الأرنب، والأسد له أنياب. إذن الآن أعزائي الصغار سنقوم بنشاط عكسي الآن، بمعنى من خلال الأسنان ومن خلال ملاحظتنا لأسنان هذه الحيوانات سنحدد نوع الطعام الذي تتغذى عليه هذه الحيوانات. الصورة الأولى، هذا الحيوان وهو الخروف لديه أسنان أمامية، إذن هو عاشب أم لاحم؟ نعم عاشب. لماذا؟ لأنه تساعده هذه الأسنان في أكل العشب فقط، وليس لديه أنياب حادة لكي يمزق بها الطعام، إذن فهو عاشب. وكذلك البقرة أعزائي الصغار، بما أن لها فقط أسنان أمامية في فكها السفلي فهي عاشبة. جيد. الأرنب كذلك لديه فقط أسنان أمامية في فكه السفلي والعلوي. فهو عاشب. لكن الأسد أعزائي الصغار له أنياب حادة وأسنان أخرى، إذن سيستعمل هذه الأنياب في ماذا؟ في تقطيع اللحم، لحم الفرائس، إذن فهو لاحم. جيد أعزائي الصغار. الآن لننتقل إلى نشاط آخر. ماذا تلاحظون في هذا النشاط أعزائي الصغار؟ نعم لدينا مناقير، إذن أنواع المناقير. هذا النسر له منقار له شكل معين، والدجاجة نعم لها منقار في شكل آخر. كيف هو شكل منقار النسر؟ نعم قلنا مقحر أو مقوس ويكون حادا. لاحظونا في نهاية المنقار حاد. جيد. ولكن الدجاجة أعزائي الصغار لها منقار مستقيم غير مقعر وغليظ، إذن ليس حاد. جيد. المطلوب منا هو أن نكتب تحت كل منقار عبارة مناسبة. العبارة التي لدينا عبارتين، العبارة الأولى التقاط الحبوب، والعبارة الثانية تمزيق اللحم. بمعنى سنكتب العبارة التي تمثل الوظيفة، هذه العبارة تمثل الوظائف، إذن في ماذا يحتاج هذا الطائر منقاره؟ هل النسر يستعمل منقاره في التقاط الحبوب أم في تمزيق اللحم؟ وكذلك الدجاجة، منقارها تستخدمه في التقاط الحبوب أم تمزيق اللحم؟ في نظركم أعزائي الصغار النسر في ماذا يستعمل منقاره؟ جيد، في تمزيق اللحم. لماذا؟ لأنه هو طائر، أولا هو طائر لاحم، وبالتالي لا بد له من منقار حاد ومقعر لكي يساعده في تمزيق اللحم. أحسنتم أعزائي الصغار. والدجاجة غذاؤها هو ماذا؟ إذن الدجاجة تلتقط الحبوب، ولكي تلتقط الحبوب لا بد لها من ماذا؟ من منقار مستقيم وغليظ، أي غير حاد. جيد أعزائي الصغار. إذن تستخدم الدجاجة منقارها في ماذا؟ في التقاط الحبوب. أحسنتم أعزائي الصغار. جيد. الآن قبل أن ننهي هذا الدرس لنعد إلى الوضعية الأولى والسؤال الذي طرحناه، والمتمثل في ماذا؟ ما هو السؤال الذي طرحناه؟ طرحنا سؤالا وهو هل كل الحيوانات تتغذى بالطريقة نفسها؟ أنجزنا مجموعة من الأنشطة،
ولاحظنا مجموعة من الصور، ما هي الخلاصة التي خرجنا بها؟ نعم، خرجنا بخلاصة مفادها أن كل حيوان له وسيلة معينة وطريقة معينة لماذا؟ للحصول على طعامه. وبالتالي في نظركم ما هي الإجابة الصحيحة لهذا السؤال؟ جيد، الإجابة الصحيحة هو كل نوع من الحيوانات تستخدمها إما لتمزيق اللحم أو التقاط الحبوب، والحيوانات لها أسنان، إما أسنان أمامية تأكل بها العشب، أم أنياب تقوم أو تساعدها على تمزيق لحم الفرائس. إلى هنا نكون قد أنهينا حصتنا لهذا اليوم أعزائي الصغار، نضرب لكم موعدا مع حصة جديدة، إلى اللقاء.